السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الأربعاء الموافق للخامس عشر من شهر إبريل لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة الأيام والتي استهلت في أولى صفحاتها لهذا اليوم: التنسيقية تبحث آخر مستجدات التعامل مع فيروس كورونا، النيابي في جلسة عن بعد، راتب إضافي للطواقم الأمامية بمواجهة فيروس كورونا، المركزي يوجه البنوك، لا مساس برواتب البحرينيين في القطاع الخاص، رئيس الحكومة الإلكترونية لصحيفة الأيام، السوار الإلكتروني يرصد الحجر المنزلي بنسبة 100%، ومع صحيفة أخبار الخليج والتي عنونت في أولى صفحاتها لهذا اليوم: وزير الداخلية يدشن حزمة إلكترونية متكاملة من خدمات بطاقة الهوية والسجل السكاني، سفراء عرب وأجانب يشيدون بجهود حماية المواطنين والمقيمين، وحدة العناية الميدانية بالعسكري الأولى على مستوى الخليج العربي، ومع صحيفة الوطن والتي استهلت: وزير التربية يحسمها، لا امتحانات للتوجيه إذا لم تعد الدراسة، وزير المجلسين تقليص النفقات الحكومية إلى الحد الأقصى، وإلى صحيفة البلاد والتي بينت: سمو محافظ الجنوبية يتبرع بستين حاسبا محمولا للطلبة. بداية الجولة الصحفية مشاهدينا لهذا اليوم ستكون مع صحيفة الوطن التي نشرت مقالا للكاتب حسين التتام بعنوان: جلالة الملك أيده الله يؤكد استمرارية التعليم في ظل الجائحة، فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال. إن فرصة استمرارية النهوض لأي دولة من الدول بعد الأزمات وضمان سلامة التعليم والصحة وفي جائحة كوفيد-19 سيكون الحديث عنهما هو الحديث عن قيام الدولة أو انهيارها، فلا دولة من دون تعليم مستمر أو من دون وجود نظام صحي محكم يضمن لها البقاء. هذا تماما ما أكد عليه جلالة الملك المفدى في كلمته السامية للعناصر الثلاثة الأساسية في إدارة العملية التعليمية في البحرين، وهم الإدارات التعليمية والمعلمون والطلبة، بأهمية استمرارية الدولة لمشاريع التعليم دون أن تتوقف. لقد وضع جلالة الملك المفدى النقاط على الحروف لأبنائه الطلبة في مسحة أبوية حانية، وشجعهم وطالبهم بأن يكونوا على قدر المسؤولية في ظل هذه الظروف، وأن يستمر العام الدراسي، وأن يواصلوا المسيرة بكل اقتدار، كونهم مشاريع مستقبلية واعدة للمشروع الكبير الناهض فريق البحرين. نشرت صحيفة الأيام أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماع اللجنة التنسيقية الذي عقد عن بعد، حيث بحث اجتماع اللجنة آخر مستجدات التعامل مع فيروس كورونا. نطالع من صحيفة أخبار الخليج أن الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية دشن عن بعد وعبر تقنية الاتصال المرئي حزمة إلكترونية متكاملة من خدمات بطاقة الهوية والسجل السكاني، والتي أطلقتها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عبر البوابة الوطنية. بيّنت صحيفة أخبار الخليج أن اللواء بروفيسور الشيخ خالد بن علي آل خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية أكد أن وحدة العناية المركزة الميدانية التي تم تشييدها بالمستشفى العسكري تعتبر خطوة احترازية في المستقبل إذا حدثت أي تطورات في مرض كورونا.
إلى ذلك لفتت الصحيفة الأيام أن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف أكد خلال الاجتماع المرئي مع المديرين العاملين في البلديات الأربع، أكد أن جميع الآليات المتعلقة بأعمال النظافة لدى شركات النظافة تعمل بصورة منتظمة، وتقوم الوزارة بمتابعة الإجراءات العملية والخطوات البديلة لسد النقص في عمال النظافة نتيجة الإجراءات الاحترازية والوقائية. أوضحت صحيفة البلاد أن رئيس النيابة أحمد الغتم صرح أن المحكمة الصغرى الجنائية قد أصدرت حكمها يوم أمس في واقعة امتناع متهمين بعدم تنفيذ إجراء الحجر المنزلي المفروض لغرض منع انتشار فيروس كورونا وتفشيه بحبس المتهمين بثلاثة أشهر. من صحيفة أخبار الخليج نقرأ أن عدداً من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية في مملكة البحرين ثمنوا جهود المملكة في تقديم الرعاية الطبية والصحية لجميع المواطنين والمقيمين تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك المفدى أيده الله، منوهين بجهود فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد في مواجهة انتشار فيروس كورونا. كما وبين الصحيفة الأيام أن الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد أكد في مقابلة خاصة مع صحيفة الأيام أكد عبر برنامج سكايب أن السوار الإلكتروني الخاص برصد الالتزام بالحجر المنزلي تصل نسبة الدقة فيه إلى 100%، لافتا إلى أن الدفعة الثانية من السوار ستصل خلال الأيام القليلة القادمة وقوامها 5000 سوار. بيّن الصحيفة الوطن أن محافظ المحافظة الشمالية علي العصفور قام بمتابعة عمليات المسح الميداني بالتعاون مع مديرية شرطة المحافظة، وذلك للتعرف على واقع سكن العمال من أجل إيجاد أنسب الحلول تماشياً مع توجيهات معالي وزير الداخلية. بقلم الكاتبة فوزية رشيد نشرت صحيفة أخبار الخليج مقالا لها، فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال. في الوقت الذي تبذل فيه الدولة وقيادتها كل الجهود لمساعدة المجتمع البحريني على تخطي أزمة كورونا، نجد أن هناك من التجار كبارا أو صغارا إما أنهم يزيدون الأسعار بشكل لا مبرر له، وما أنهم يحتكرون البضائع لإخراجها بأسعار أكبر في فترات قادمة بدون ذمة أو رادع، حين يبلغ الجشع مرتبة يستغل فيها صاحب المال والتجار الأزمات الكبرى. أن ذلك يعني انسلاخا عن أي قيمة إنسانية، فبدلا من أن يسهموا ويتكاتفوا مع الجهود الإنسانية النبيلة للدولة وللقيادة العليا، إنهم يتصرفون وكأن الأزمة فرصة نادرة لتحقيق المزيد من المال. نحن مجتمع ذو قيم وعادات وتقاليد حميدة، تطوع فيه الشباب بالآلاف للمساهمة في جهود الدولة. تكاتف الناس العاديون للتخفيف عن أعباء الأكثر فقرا والأكثر حاجة، تطوع الطيبون من الناس حتى بتوفير الكمامات المجانية وتوزيعها على الناس، فما بال هؤلاء الذين تحولوا إلى حالة نشاز البعيد عن كل أخلاقيات الناس في البحرين. نقرأ من صحيفة الأيام أن الدكتورة مريم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة في وزارة الصحة دعت إلى عدم التراخي في تطبيق الإرشادات واتباع التعليمات الصحية اللازمة للحد من انتشار الفيروس من خلال عدم التجمع وضرورة اتباع معايير التباعد الاجتماعي.
ذكرت صحيفة أخبار الخليج أن الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين الاجتماعي إيمان المرباطي أكدت في تصريحات خاصة لصحيفة أخبار الخليج أن غدا يوم الخميس هو موعد ضخ الدعم الحكومي في حسابات أصحاب العمل لدعم رواتب المواطنين بالقطاع الخاص لأكثر من 9000 مؤسسة خاصة. نشرت صحيفة الأيام أن وزارة الصحة دعت المرضى والمراجعين الراغبين في جدولة مواعيدهم بالعيادات الخارجية أو الراغبين في الحصول على وصفاتهم الطبية إلى التواصل على هاتف العيادة بدءا من اليوم الأربعاء. قالت صحيفة الوطن إن كلفة فحص فيروس كورونا تجاوز حاجز 15.5 مليون دينار حتى الآن، وهو ما يعكس جدية الجهود الطبية التي تقوم بها مملكة البحرين. ومن الصفحة الاقتصادية لصحيفة الأيام نطالع أن مصرف البحرين المركزي وجه بنوك التجزئة العاملة في المملكة بعدم استقطاع رواتب البحرينيين في القطاع الخاص، حيث ستلتزم هيئة التأمينات الاجتماعية بدفعها لثلاثة أشهر، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة آثار انتشار فيروس كورونا. تناولت صحيفة الوطن أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أصدرت قراراً بإغلاق أحد مراكز طب الأسنان، وذلك لمخالفته التعاميم الصادرة عن الهيئة بوقف بعض الأنشطة والخدمات الصحية غير الطارئة لمنع انتشار فيروس كورونا. كتبت الكاتبة طفلة الخليفة مقالاً في صحيفة أخبار الخليج بعنوان أمل، فإلى نقاط هذا المقال. البحرين تزخر بالعديد والعديد من الإيجابيات والقصص الملهمة، فقد تم إنشاء مستشفى ميداني بالعسكري في 7 أيام فقط، وفي الوقت الذي كنا نتحدث فيه بإعجاب عن الصين أنها أنشأت مستشفى في 10 أيام، فقد كان رجالنا وأبطالنا يقومون بما هو أكبر وأروع. البحرين أبهرت الإخوة الخليجيين بالكثير من الأمور، أبهرتهم بالتزام شعبها من دون حظر تجول ومن دون عقوبات رادعة ومحافظته على الاشتراطات الصحية، أبهرتهم بالإجراءات التي سبقت الكثير من الدول، أبهرتهم بالفحوصات العشوائية والإجراءات الاستباقية والكثير الكثير من قصص التطوع والتبرع وبذل الغالي والنفيس. ابحثوا عن قصص الأمل والتفاؤل بفرج الله، وبأن هذه الأزمة قد أظهرت الكثير من الخير والتميز لدى الجميع، لدى القيادة والحكومة والشعب والطواقم الطبية. وإلى آخر إحصائيات فيروس كورونا محلياً وعالمياً والتي قامت صحيفة الأيام بنشرها. وقبل الختام إلى فن الكاريكاتير. إلى هنا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.